في بعض السيدات تقول لك والله انا لازم اصحي كل ما ادري فين الاعتقادات حتى من الدكاتره والمستشفيات لازم اصحي طفلي كل 3 ساعات ولا السكر ينزل وصغار يطلع. اول شيء السكر ما حينزل، الطبيعي انه الطفل يرضع عند الطلب، لو نام 6 ساعات 8 ساعات سبيه لا تصحيه. الطفل لما يجوع هنا في جرس انسان راح يصحيه، فحكايه انه صحيه كل 3 4 ساعات لا. قانون ونصيحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية يونيسف والدراسات 30-40 مليون طفل ما أصح الطفل خلوه نايم، ولما يصحى أتأكد أنه جيعان لفبه وغنيله وغيله الحفاظة أنا أستعوذ وأحصنه وبعدين أرضعه، مو على طول. ما في قانون يقول لك والله الطفل يرضع 10-20-30 مرة في اليوم، يوم ما يشبع. في الأطفال في البداية يمكن 10-12 مرة 8 مرات ما في قانون. الثاني مو أنت رضعته كثير من قليل حليب قليل، لو بتبول وتبرز الله يكرمك حفايد تقريبا 6 مرات في اليوم هي از اوكي، طبيعي ما في شيء ما في خوف. في اللي ما تقول لك والله حطيه على طفلك نص ساعه ساعه لا، في اللي يقول لك والله 5 دقائق لا، انا نصيحتي حطيه لين يشبع، لما يشبع يترك الصدر احطه على الصدر الثاني. في اللي يقول لك لا حطيه على الصدر الثاني صحيح كده يضره، لا حطيه لين يشبع، بس لو زودها عن ربع ساعه ثلث ساعه خصوصا في البدايه يكون لسه ملخبط ثلث ساعه فكيه وحطه على الصدر الثاني عود على الصدر الثاني. حكاية والله لما تحطيه على الصدر الثاني حياخد فوائد أقل لا أديه. دحين لما أنا أرضع لقيت والله الرضع اللي أنا خلصتها الصدر ذا ما فضيته، المرة الجاية أبدأ من الصدر ذا. مختبرات البرج الطبية، شاهد المزيد على قناتنا على اليوتيوب.